على الكلام عشان نكسب وقت. اتفضل. نكسب وقت. اخر خبر موجود معانا ان في صور لطيفه جدا منتشره على السوشيال ميديا لبنات نزلوا الشارع. احنا هنتكلم بقى على الستات والمشاكل اللي بيتعرضوا ليها. الكلام اللي حضرتك قلته ان ألطف الكائنات والله. طبعا 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 ألطف الكائنات. مش عارفين ناخد حقنا. شفت اهو مش عارفين ناخد حقنا. اقول لك على حاجه غريبه جدا قبل ما نشوف البتاع. في مشكله عند الست الشرقيه والست المصريه بالتحديد. لو اتكلمت يقولوا مغروره، تمام. لو اتجملت يقولوا انها كدابه. لو اتجوزت يقولوا انتهت. لو ما اتجوزتش يقولوا عانس. لو خلفت يقولوا ارنبه. لو ما خلفتش يقولوا عاقر. يعني التهم محاصراكوا في جاهزة. كل لحظه جاهزه. يعني محدودين جدا. ما ده اللي البنات عملوه في الصور دلوقتي اللي هنشوفها على الشاشه، ان هم نزلوا وبيؤكدوا ان قد ايه في ازدواجيه جدا في العقل الجمعي على فكره عندنا في مصر، نظره للبنت. فهم مسكوا لافتات وقفوا في الشارع ابتدوا يكتبوا انا عندي صحاب بس ولاد بس انا مش قللت الادب، انا بضحك بصوت عالي ولكني برضو مش قللت الادب، انا بحط ميك اب ولكني محترمه، انا مش محجبه ولكني بصلي. مظبوط. يعني ان فكره انا بنت بس مش ضعيفه، فكره الافكار المسبقه اللي طول الوقت بتبقى في دماغنا عن شكل معين وبتخلينا نحدد كيفيه التعامل مع الانماط دي. هم بيحاولوا يحاربوها. بس انت معايا ان الراجل ويمكن المجتمع عنده ازدواجيه رهيبه جدا في التعامل مع المراه. مليون في الميه، مليون في الميه. ما يقبله لنفسه لا يقبله لغيره. هذا أحبه وهذا أريده. يبقى عايز. بصي، مرة واحد كان عنده عشيقة ومراته ماتت، فقالوا له طب ما تتجوز عشيقتك. قال لهم طب واسهر فين؟ هي نظرية غريبة جدا. الراجل بيبقى حابب حاجة وعايز حاجة تانية، يجي يتجوز ست بأشكال ومواصفات وحاجات معينة، لكن لما يحب امرأة تانية شيء غريب. أنا نفسي مش عارف اللغز ده أحله إزاي. هنحله بقى. هنحل في الفقرة الجاية. الفقرة الجاية بقى احنا هناخد فاصل ونرجع ينضم الينا ضيوفنا وهنحل اللغز ده. انا هحل اللغز ده النهارده. فاصل ونرجع نكمل.